السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من الآخر خلاصة معكم محمد نور الدين، موعد مباراة لاتسيو أمام بايرن ميونخ المدرب الخاص بأ... لاتسيو سيميوني إنزاجي، المدرب بايرن ميونخ المدرب هانز فليك. المباراة بإذن الله تعالى هيكون معادها في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا اليوم الآن الثلاثاء 22 2 2021 23 2 2021 المباراة معادها 10 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين والأردن لبنان وسوريا. 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق 12 مساء بتوقيت الإمارات وعبان 9 مساء بتوقيت تونس الجزيرة والمغرب و8 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا القناة الناقلة للمباراة بين لاتسيو وبارن ميونخ القناة بين سبورتس اتش دي 2 أو 2 ومعلق المباراة رؤوف خليف ملعب المباراة ملعب الأولمبياكو الخاص بنادي لاتسيو وكان معكم محمد نور الدين من قناة الآخر وخلاص اشترك في القناة وفعلوا زر الجرس وعمل لايك للفيديو توقع نتيجة المباراة واكتب ذلك في التعليقات نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته